No, I'm just kidding. فمثل ما قلت لكم الانثروبولوجي هو طبعا شخص جديد او عفوا علم جديد في الانثروبولوجي العامه، طبعا هو يهتم في فهم علاقات المتبادله ما بين بيولوجي الانسان والعلاقات الاجتماعيه في تشكيل الغذاء وكذلك والحاله الغذائيه. الحاله الغذائيه اللي هي يسمونها نيوتريشن ستاتس اللي هي صحه الفرد والسكان بشكل عام، وطبعا ما ينظر الى فقط الى الصحه او تاخذ الغذاء فقط للبقاء، لكن هناك في اكثر من يعني اهتمام في الانثروبولوجيا الغذائيه. اول شيء طبعا الانثروبولوجيا والطعام من منظور اقتصادي. في دراسه معروفه في المنظور الاقتصادي لسيكرد كاو البقره المقدسه المعروفه في مارفن هاريس، سوت هذه الدراسه لتعرف ان 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 الديانه او الاشخاص المتابعين للديانه الهندوسيه ما طبعا ما يذبحون البقره لسبب معين، مو فقط عشان لا يذبحون لسبب ديانه، لكن في نقطه اقتصاديه وهي تساعد في الحرث وفي الزراعه. كذلك طبعا تساهم في الطعام لانه ياخذون منها الحليب. في طبعا اثر وجه الطعام من ادوار اجتماعيه في دراسه عن في الـ الـ بنتوز او الاوبنتوز في عن من الدكتوره ان اليسون سوت دراسه عن دور الام اليابانيه في يعني عمل اكل يومي حق الطفل لما يروح حق المدرسه. اذا الطفل هذا رفض الاكل زين وما حب اكل الام اللي سوت له اياه، هذا يعكس دور الام في ومكانتها في المجتمع، فلازم يكون الاكل او الابنتوز هذا البنتوز يكون يعني جميل وشكله حلو ويعني ملفت للنظر الطفل ويقدر ياكله. فهذا طبعا نوع من انواع الانثروبولوجيه والادوار الاجتماعيه. كذلك انثروبولوجيا الطعام والوحده الاجتماعيه. في دراسه صارت في لشبونه في البرتغال بينت ان الناس المسلمين وغير المسلمين الغينيين يتحدون في خلال الحروب، والطعام كان هو مخفف لقساوة هذه يعني الغربة طبعا والسكن في دولة طبعا غريبة. أثروبولوجيا الطعام والانتماء، في دراسة طبعا دراسات كثيرة عن الانتماء. في دراسة في أكثر شيء الناس تخصصوا فيه اللي هو في دراسة اللبنانيين والسوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، بينت أن الغذاء هو يعني وسيلة للانتماء ويعني يبين مثل يسمونها فود ايدنتيتي، يعطيك شخصيه هذا المجتمع اذا كان سوري او كان مثلا اذا كان مثلا لبناني. فمهم جدا يعني هذا يعني الانثروبولوجيا الطعام والانتماء. كذلك اهم الدراسات انثروبولوجيا الطعام والتغييرات الغذائيه. احنا حنين في مجتمعنا الكويتي قاعد نشوف تغير غذائي كبير او يسمونه نيوتريشنال شيفت، من غذاء اللي قاعد في البيت ناكل مكابيس الى كارج وطلبات دوت كوم وكل هذه الامور، ومثلا نعتمد اعتماد كبير مثلا على الخادمه، غير انه كان قبل 30 سنه 40 سنه الام وناكل وجبه واحده غداء واحد عشاء واحد، فصار عندنا تغيرات غذائيه. في دراسه مهمه او يعني مشهوره جدا في ولايه اليوكاتان في المكسيك، شافوا ان السياحه اثرت تاثير كبير على التغييرات الغذائيه في السكان، وشاف الناس وايد مهتمين في الكوكاكولا المشروب الغازي، وبين ان الغاز هذا المشروب الغازي يعطي مثلا مكانه للشخص اللي واحد يشرب مثلا بيبسي في الولايه هذه يبين هذه المكانه عاليه سوشيال ستارز زين. ف يعني هذه الدراسه كانت وايد ممتازه، كانت في 2005. في طبعا دراسات كثيره عن التغيرات الغذائيه والاندماج الثقافي. اي مهاجر مقيم في دوله غريبه يواجه تغيرات غذائيه. طبعا انا دراستي كانت في الولايات المتحده الامريكيه ودرست عن التغيرات الغذائيه للمهاجرين العرب المسلمين في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هي دراسه في طبعا دراسات كثيره في سووا طبعا دراسات عن اللاتينوز، سووا عن الايجين، سووا عن الافريكان امريكان.
لكن اذا انا درست عن عرفه ما راح اضيف شيء جديد يعني، لكن ضفت عنصر واحد فعال اللي هو دراسه مدى يعني الاطفال دورهم في هذا الاسره. دراستي كانت دراسه استكشافيه، هي الاكسبلوراتوري ستدي، في تغيرات الطعام والعادات الغذائيه بعد الهجره بين الاسر العربيه، وفهم اذا كان الاطفال زين تلك الاسر زين المهاجره لهم دور في هذه التغيرات. احنا دائما نجهل دور الطفل في الاسره. الطفل طبعا يونت، وحده من وحده يعني من في الاسره يعني، فاذا ما درسته ولا شفت يعني رايه فانت اجهلت يعني جهلت شيء كبير في الدراسه. فانا ضفت شيء جديد فقط في الدراسات هذه، بدال لا تدرس الاسره فقط في التغيرات الغذائيه، ما دور طفل المهاجرين الاسر العرب في امريكا. بس ليش ادرس الاطفال يعني في المهاجرين؟ اول شيء ان الاطفال مولودين في امريكا فهم معرضين لشنو؟ معرضين للاندماج الثقافي، فمعرضين للميديا، تاثير الميديا عليهم، تاثير كذلك الاصدقاء في المدارس هم امريكان بعضهم، تاثير كذلك وسائل الاجتماعي مثلا انترنت او كان مثلا تلفزيون يشوف مثلا شغله في التلفاز، ان كان مثلا دعايه كورنفليكس يسال امه مثلا احتاج هذا او اكل هذا. ففي هناك صراع ما بين الاسر المهاجره اللي جايه من دول عربيه وكذلك بين الاطفال، الطفل عايش في امريكا لكن الاسر جايه من عندها ثقافه عربيه ودها تنمي تنشئه، عندها تنشئه ثقافيه تحاول انها تزرع هذه العادات والثقافه العربيه في ابنائهم. فكان في صراع ما بين هذا يعني الاسر والاطفال. اسم دراستي كان شوي غريب يعني، بس انا راح اقول لكم افسر لكم اياه ببساطه يعني. I want ketchup on my rice. The role of child agency on migrant Arab families, food and foodways. I want ketchup on my rice. طبعا هذا اقتباس انا خذيته من ولدي الكبير، ولدي كان طبعا موجود معي في خلال 7 سنوات موجود في الولايات المتحده الامريكيه. كان صغير، كان عمره تقريبا 3 سنوات لكن كبر معي يعني عمره 10 سنوات، كان ياكل معانا، نطبخ معاه عادي ياكل كل شيء. لكن خلال الفتره هذه صار في تغير، في تحول في الغذاء. يبنا ناكل الاكل العربي لكن يطلب بالكاتشب على المرق ماله، فشيء غريب ما حد ياكل يعني كاتشب ويحط مرق على يعني على العيش زين، فاي كاتشب على العيش عفوا. فكان في تغير غذائي او تغير يعني خلط ما بين ثقافتين. فحاولت قلت هل هذا الشيء هل المهاجرين العرب عندهم نفس المشكله؟ هل عندهم تغير غذائي؟ هل الطفل نفسه عنده تاثير على الاسره؟ كان في تاثير عليه زين لكن ما ادري عن المهاجرين. فهذه كانت دراستي. اهداف البحث كانت ما هي العوامل المهيمنه التي ساعدت في تغيير الغذاء والعادات الغذائيه بين العائلات العربيه المهاجره؟ كيف يعبر الطفل برغباتهم فيما يتعلق بالطعام للتاثير على اسرتهم؟ والسؤال الثالث ما المحددات التي تشكل شخصيه الطفل في السلوكيات الغذائيه؟ البروشور طبعا وزعتها في المدارس، انا سويت دراستي في مدرسه اسلاميه عربيه وهي طبعا اكبر مدرسه في فلوريدا اسمها امريكان يوث اكاديمي. وزعت البروشور طبعا كان في مشاركين تقريبا 30 اسره ولله الحمد. سويت طبعا نوعين، فصلت نوعين من انواع ادوات البحث او ميثود، عندي اطفال وعندي اسر. الاطفال طبعا سويت لهم حلقات نقاشيه اللي هو يسمونها فوكس جروب، هي شويه اداه جديده مو معروفه في الانثروبولوجيز زين، لكن انا ضفتها ك يعني نوع من التغيير. وطبعا الطفل لازم يسوي في خلال الحلقه النقاشيه يكون هو رئيس، يعني اعطيه مثلا مهمه اقول له انت رئيس اليوم حق حق اسرتك، اكتب المنيو في المنيو الطعام في هذا اليوم، انت الاب، انت الام، انت تختار الطعام والام والاب وهم يسوونه، فشنو تكتب؟ كنت انا بعرف شنو الانماط الغذائيه، شنو الاغذيه اللي يكتبها؟ هل هي عربيك؟ هل هي انجل؟ هي امريكان؟ هي ميكس؟ وكذلك اخر شيء هو طبعا هم وظيفه او وسيله جديده ولا هي تمثيل دور الام والاب، يسمونها فينيتس. خلال الحلقه النقاشيه اطلب من شخصين او طفلين انهم يمثلون دور الام او دور او عفوا الام، والشخص الثاني يكون مثلا الولد او البنت. ويكون مثلا السيتنج انه يكون مثلا على طاوله الطعام، ويكون مثلا دور يعني تمثيلي مثلا يلا تعال ولدي في وقت الاكل، وبأشوف هل شنو يكون المحادثه راح تصير ما بين الطفل والام، هل في مثلا شده، هل والله الولد راح قصب عينه ياكل ولا يرفض الطعام ويمشي. فكنت بشوف شنو هو
المناقشة ما بين الأم والأبو من طبعا منظور الطفل وليس من منظور الأم أو الأب. الأسر اللي هو طبعا الأدلت مقابلة شخصية، سويت لهم حلقات نقاشية كذلك، ومسح غذائي اللي هو فود سيرفي. الحلقات النقاشية كانت كلها في اللايبرري، لأن هي وقت مكان مناسب. لو تلاحظون اللايبرري كان فيها جامع عشان الأهالي ينظرون حق أطفالهم إنهم they are safe، إن تعرفون أنا عز رجل عامل ريسيرش مع أطفال فيها شوية مشاكل خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة طبعا لأن أنا أقعد أعمل مع أسر عربية مسلمة، ففي في الجندر مشاكل مثلا التحدث مع الجنس الآخر، فكانت هذه أفضل طريقة ويعني عشان نبتعد عن الأخلاقيات. فصار عندي تقريبا 3 فوكس جروب، أول واحد كانوا 6 والثاني كانوا 2 و7 أطفال، فكان عدد جيد من الأطفال، لكن الحمد لله طلعت في نتيجة. العوامل اللي طلعت منها في النهاية عندهم مشكلة أسعار اللحوم هي غالية، فكثير من العوائل العربية عندهم مشكلة في إنه ما يقدروا يشترون لأنه بسبب غلاء اللحوم. الثاني إمكانية الحصول على مكونات الطعام، food ingredients، البهارات ما يقدروا يحصلونها، خاصة مثلا لما قابلت ناس في المغرب، أسر المغرب ما عندهم كل المنتجات، فصعب يحصلونها يعني. عامل الوقت عامل جدا مهم، time constraint، ما عندهم وقت يطبخون، أكل العربي ياخذ وقت كثير. فعامل الوقت كان جدا مهم، فيلجؤون إلى شنو؟ الفاست فود مرات، أو مثلا يطبخون مثلا حق يومين ويخلونه مثلا فروزن عشان اليوم الثاني. جودة الطعام فود كواليتي، طبعا مو كل الفود طبعا يكون جيد. مهارات الطبخ، الأم تقولها توها جاية مثلا من دولة عربية جديدة، تواجه في المشكلة في الطبخ، تضطر إنها مثلا تسأل النيبرهودز أو تسأل أحد يعني، أو مثلا في جتها في مثلا في السكن. دور الأم مثل عارفين دور الأم جدا مهم في إعداد الطعام، ولكن بسبب ان الام لازم تكون لها دور في المجتمع، انها تشتغل وتساعد مثلا رايلها، كان في مشكله ان اذا كانت الام تشتغل، وهذا خاصه طبعا من الابهات نفسهم كانوا يعانون مشكله، كانوا يقولوا لي اذا الام لو الام كانت في البيت حلت كل المشكله، لكن الام مشتغله معاي فنضطر ان نستخدم مثلا ناكل الفاست فود او مثلا فروزن فود او ما شابه ذلك. هذا طبعا معظم العوامل المهمه، مثل ما قلت لكم time constraint, ingredients, skill, food skills. طبعا كل ما كان الخط أعرض كل ما كان هو الأكثر شيء frequency، هو طبعا التعداد في مثلا أفلتف حلال ما يحصل حلال في كل مكان. هذا طبعا في البداية، بعد الهجرة بعد 10 سنوات في كان حاليا في طبعا حلال متواجد في كل مكان. السلوكيات أو المحددات اللي تشكل شخصية الطفل جدا ممتعة كانت لي تجربة الطفل السابقة، إذا كان الأكل مجربة مثلا في المدرسة أو مجربة مثلا بيت أحد من أصدقائه، تحدد والله سلوكيات الطفل، يقول الطفل مثلا أنا يما مثلا أو يبا أحتاج هذا الأكل لأني أنا جربته من بيت صديقي أو جربته من المكان الفلاني. البيئة الاجتماعية الكوميونيتي، بيئة المدرسة الغذائية، المدرسة الغذائية طبعا الطفل قاعد تقريبا 180 يوم ما يقارب 180 يوم في الفم المدرسة، فالمدرسة طبعا يعني يكون لها عامل كبير، خاصة في الكافيتيريا إذا كان الأكل كله من الأمريكي. الأصدقاء البيرز، وسائل الإعلام والأسرة، كلهم طبعا عوامل هي اللي تحدد أو تشكل شخصية الطفل. هذه طبعا كلهم المحددات اللي تشكل شخصية الطفل. طبعا هذه في النهاية يعني آخر شيء، النتائج الرئيسية أو خلاصة البحث اللي كان 3 سنوات حوره اختصر بعشر دقائق، في عوامل جدا مرتبطه مع بعض، مثلا دور الام مع التايم كونسترين، المكونات، توافر امكانيات وصل الطعام، طبعا كل هذه ابرز العوامل. تصور الوالدين، الاطفال هم يقول الوالدين متصورين العامل هو عامل التغيير، لكن الابهات لا، ما كان عندهم هذا التصور. تختلف مدى التغييرات في الطعام والعادات الغذائيه بين الاسر، بعض الاسر يقول والله احنا ما عندنا تغييرات غذائيه، بعض الاسر يقول لا، يقول في تغييرات غذائيه. مرات في بعض الأسر يحتاجون يسوون يعني وجبتين مختلفتين. معظم الأسر تقول إن إحنا نحاول نطبخ الأكل العربي عشان نحافظ على الهوية الثقافية أو الهوية العربية. الأطفال معظمهم يستخدمون التحويل الغذائي، يخلطون ما بين العربي والأمريكي. وآخر شيء طبعا الأطفال اللي هم اللي قابلتهم ما بين 13 إلى 16 سنة، هم يعتقدون أنهم أثروا بشكل كبير على التغيرات الغذاء والغذاء في الأسر.
في النهاية يعني أنا أظن أن أي بحث إذا كان في أسرة أو يتطلب مثلا يعني دراسة في الأسرة لازم يكون، وخاصة يكون في أطفال، لازم يكون يعني صوت الطفل مهم موجود أو موجود في هذه الدراسة، لأن إحنا وايد يعني نجهل هذا أهمية الطفل، ونعتقد أن الطفل مو لا عامل يعني أو لا دور في المجتمع. شاكر لكم وسامحونا على الطلب. رحب بالشيخ الطاف رعاية هذا الحفل، أساتذتنا الكرام، الضيوف. موضوع البحث هو دلالات رمز الأفعى، يعني بسرعة بسرعة، دلالات رمز الأفعى على الأختام الدلمونية في مجتمع جزيرة فيس، ومدى توافقها مع دلالات وممارسات المجتمعات والحضارات الأخرى. قبل كل شيء يعني أود يعني أشير إلى أنه أي قوة أو أي قوة سائدة في هذه المنطقة في الخليج العربي حتما ستؤثر على باقي المنطقة، سواء كانت قوة اقتصادية، دينية، اجتماعية، فكرية، تؤثر في باقي منطقة الخليج العربي. هذه خريطة الكويت. طبعا محور حديثي راح يكون عن جزيرة فيلشة، هي يعني موطن الأختام الدلمونية، وللأسف جابر القلاب من ساعة قال، وهو كلام صحيح أنا إذا مشكور عليه، يعني أنه ما عندنا تسويق ماركتينج، ما عندنا يعني حق حضارة الدلمن في الكويت. يعني أول ما نسمع الدلمن نقول بحرين، وهذا خطأ علمي فاتح، يعني كأننا نختزل الدلمن فقط في البحرين. الكويت جزء أساسي ومهم جدا من هذه الحضارة، يعني وازدهرت خلال 2000، يمكن يعني خفتت شوي البحرين في ذلك الوقت 2000 قبل الميلاد، وصعدت جزيرة فيلشة في هذا التاريخ بالضبط. يعني جزيرة فيلشة في سبب موقعها الاستراتيجي تعتبر من أهم الجزر في الكويت وعلى مستوى الخليج العربي. موقع الاستراتيجي يعني جعل منها أو خلى العديد من الحضارات تستوطن هذه الجزيرة، بدءا من حضارة دلمون، الحضارة الهلينستية، الحضارة المسيحية إلى العصر الحالي. طبعا هذه جزيرة فيلشة والمواقع الأثرية الكثيرة والمتنوعة والمهمة جدا على مستوى الخليج العربي والوطن العربي. صراحة أنا مع الأخ جابر القلاف أنها تكون كل الجزيرة هي محور لحماية التراث الثقافي، وليست فقط موقع أو موقعين. حضارة دلمون ازدهرت في العصر البرونزي 3200 إلى 1200 قبل الميلاد. حدود مملكة دلمون مثل ما قلت لا تشمل فقط البحرين، تشمل البحرين وشرق المملكة العربية السعودية وجزيرة فيلشة. هذا يعني المتفق عليه علميا، ليست لا تقتزل في فقط البحرين، وهذا الكلام لا يعرفه الكثير من الناس، ومع الأسف ندرس هذا الكلام في مناهجنا الدراسية في وزارة التربية. الصف السادس يمكن أو السابع كاتبين حضارة دلمون، حاطين بين قوسين البحرين، مصيبة كبرى. يعني انتشرت هذه الحضارة في مناطق شاسعة يعني وبعيدة جدا يعني مثلا تجارتها أو تسويقها الخارجي، بدءا من الخليج العربي شماله وجنوبه وشرقه وغربه، إلى سوريا، مملكة ماري، إلى إندوس فالي، إلى منطقة لوثال في الهند. كل هذه الشبكة وجدت فيها أهم المظاهر، مظاهر الحضارة الدلمونية اللي هي الأختام الدلمونية. المنهج اللي اتبعته في دراستي حول الأختام منهج وصفي تحليلي، وصراحة اعتمدت على كتاب كيروم عن الأختام الدلمونية اللي نشره سنة 83، وجمع فيها 428 بس من ثلاث مواقع، 428 ختم من موقع F6 وهو دلموني، F5 هلينستي لكن وجدت فيه أختام دلمونية، F3 أيضا دلموني. كل الأختام تعود إلى فترة 2000 قبل الميلاد. طبعا ما عدا الأختام اللي في القلعة الهلينستية اللي F5 أيضا تعود نفس الفترة لكنها في موقع مختلف. قام كيروم بوصف، طبعا كل الدراسات عن الأختام الدلمونية فقط أتت لتصنيفها
ووصفها دون التركيز على يعني على على الرموز اللي فيها يعني. يعني قل لا اجد ورقه ورقتين تتكلم بشكل بسيط عن عن هذه الرموز. انا اخترت صراحه رمز الافعى اللي تكرر في هذه الاختام حوالي 52 مره من مجموع 428، تكرر رمز الافعى شكل الافعى 52 مره. رمز الافعى من الرموز او التصاوير وجدت في فيلشا، كانت تصوير الاختام الدموي اكثر من دلاله وسبب ومغزى وتاثرا بالفكر العقائدي والاسطوري الساعد انذاك. فعلى سبيل المثال ممكن يكون رمزا دينيا يمثل الهه معينه، او قد يكون رمزا تعويذيا مثل ما قال الدكتور سعيد قبل شوي، او تكون حارسا قويا يدافع عن الاشخاص او يطرد الشياطين، او تمثل رمزا للشر او رمزا للخير. طبعا بعض الاختام اعرض عليكم بعض الاختام اللي فيها رموز الافعى. هذه الافعى موجوده في على يمين الختم، هذا ختم دلموني. ايضا هذه الافعى بشكل خرافي على لها قرنين وشكل يعني فاتحه فمها يعني وباتجاه هذا الرجل. ايضا توجد هنا افعى على اليمين في هذا الختم، وهذه ايضا افعى اخرى على كثيره الرموز دي، واكثرها الافعى اللي على شكل خرافي بشكل خرافي اللي هي يسمونها الافعى ذات القرنين. يعني ايضا هذا ايضا شكل اخر لرمز الافعى، هي ملتويه افعتين ملتويتين على بعضهما البعض، وربما تشكل يعني رمزا من رمز الخصوبه في انذاك. نعم طيب الافاعي في الجزيره العربيه والكويت تنقسم الى اقسام عديده ومتنوعه وكثيره، في افاعي سامه وفي افاعي غير سامه. طبعا لا مجال للحديث عن كل هذه الامور، انا اخترت بس بعض النماذج من الافاعي السامه في الكويت: افعى الصحراويه، الكوبرا، ثعبان ابو السيور، الكوبرا العربيه، كثيره جدا. بس حطوا في بالكم هناك افاعي سامه وغير سامه، عشان بعد شوي اقول لكم ليش يعني اسقطها الانسان القديم بهذا الشكل. من خلال الاختام اللي في ال 428 اللي هي 52 ختم يوجد فيها رمز الافعى، وجدت انه موقع اف 3 اللي هو دلموني بلغ عدد الاختام اللي عليه رمز الافعى 31 ختم. وهذا ربما يدل على انه هذا الموقع يمكن يشير الى قدسيه معينه او يذبح فيه قرابين لاجل الافعى وغيرها من الاشارات. اغلب الافاعي التي صورت الاختام كانت تشبه الافعى المقرنه. الافعى المقرنه، وهذا ربما يدل على ان هذه الافعى لها مكان مقرن اللي هي من ساعه شفناها، يدل عليها مكانه معينه في مجتمع دلمون، او ان تشكل رمزا معين. يعني هل يعني تظنون ان الانسان القديم يعني اتى بهذه الافعى من خياله فقط رسمها؟ ابدا. هذه الافعى المقرنه موجوده في الكويت، في بيئه الكويت بهذا الشكل، وهي مصوره في اختام الدلموني فاتحه الفم، و يعني لم ياتي بهذا من خياله، انما من البيئه اللي عايش فيها. كثير من طبعا من آلهة دلمون او آلهة بلاد دلمون تعود الى نفسها الى آلهة سومر او ابناء آلهة سومر، مثل انكي، انو، انشاك او انزاك، نفسارا، الين، سيدوري، كلها مرتبطه بسومر ودلمون. الاله انكي هو احد الآلهة الرئيسيه في بلاد الرافدين، وهو ايضا اول آلهة دلمون. ايضا اله مردوخ، طبعا هذا اتخذ يعني رمز الافعى، وهذا مردوخ ايضا اتخذ رمز الافعى رمزا له يعني. وتيامات او تيامة ايضا صورت على انها افعى عظيمه. الاله نيراه ايضا صور وكان يشبه بالثعبان، وهذا في الرمز في الختم 232 احنا نشوفه. والالهه اينانا ولها اسم اخر تحمل اسما والده الثعبان العظيم. كل هذه الالهه اتخذت يعني الافعى رمزا لها. هذه الالهه تيامة، وهذه الختم البلاد الرافدين، هذه الإلهة تيامة على شكل أفعى رمزها. هذا الإله نيرا، هذا الختم الدلموني، هذه الأفعى، وربما يشابه هذا
هذا شكل الثعبان هذا. لما الديل اللي يقول ده؟ لا لا الديل ديل دي؟ جمال الديل ديل الأفعى. أيوة. يعني نوع من التركيب الغرافي ولا؟ ما ما هذا هذا تصوير اللي هذا هذا الختم. هذا الختم. أنا أقصد الديل اللي على اليسار. يعني هذا. ها؟ يعني هنا الأفعى. الناحية الثانية. هني هني هذا الافعل على اليمين اي هذا على اليمين مش هذا اوكي مش هذا اوكي. عبادة الافعى في الخليج العربي ظهرت يعني اشكال ايضا على واجهة مقبرة هي اللي هي في إمارة العين تعود الى 2500 قبل الميلاد، وايضا ظهرت عبادة الافعى الى ما بعد العصر البرونزي في العصر الحديدي في خاصة في موقع مويلح. ظهرت أدلة يعني لممارسة هذه العبادة، وهي عبارة عن تماثيل برونزية على هيئة أفعى. أيضا للمرة الأولى في إمارة دبي في موقع القصيص وموقع صاروخ الحديد، وإذا رحنا للجانب الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية خاصة منطقة الجوف، الجوف مش اللي بالشمال إنما في الجنوب، وهي واقعة يعني بين نجران وحضرموت، هي ما سميت قديم مملكة معين. هذه العبادة من خلال إله ود اللي اتخذ رمز الأفعى يعني رمزا له او شكل الافعى رمزا له. بلاد فارس ايضا تاثرت بهذا الفكر الديني، حيث وجدت اختام عليها تصوير افعى في ذلك في منطقه ايلام جنوب غرب ايران. الافعى اذا رحنا الى منطقه ابعد عبدت من قبل العبرانيين، حيث دلت الاكتشافات في منطقه الجزر في فلسطين تعود للعصر البرونزي، ان هذه العباده كانت تمارس فيها عباده الافعى كانت تمارس في هذا المكان، حيث عثر على هيكل ضخم اتخذ كمعبد الافاعي. ايضا لاقت الافعى شيء من التبجيل والتقديس لدى الاغريق في القدم، ولكنها لا تعتبر الاله الرئيسي. اذا اتجهنا قاره استراليا اتخذت الافعى طوطما لدى سكان استراليا الاصليين، وخاصه الذين يقطنون في قلب قاره اسيا، وفي الاساطير الاستراليه تسمى الافعى باسم ابنغانا. ايضا في اسيا اليابانيون ان الافعى ما هي الا نوع من التجسيدات التي تتخذها الالهه على الارض. الغرض الاخر من استخدام الافعى وهو استخدام الرمز كاله حارس او حامي، تستخدم استخدام اخر كانت تعلق على رقاب الاطفال مثلا والنساء وايضا الرجال كتمائم او تعويذه تحرس وتطرد الارواح الشريره. ايضا في المعتقدات المصريه القديمه راس الافعى يعلق كتميمه لحمايه حامل هذه التميمه من عضات الافاعي. ايضا كانت تحمي جبهه الملك، ايضا على التاج الملكي كانت رمز او شكل افعى كوبرا مثلا. كان السومريون يدفنون التعويذه تحت منازلهم او عند الابواب والنوافذ، كانت تستخدم من اراضي متعدده مختلفه مثل ان تعطي الثقه لحامل هذه التعويذه. استخدام الافعى كحارس في التراث العربي القديم، ايضا شوفوا التناقل الثقافي من قبل ميلاد الى الجاهليه الى عصر الحالي. الحين نشوف في الجاهليه يعتقدون بقصه الافعى التي تقوم بحراسه وحمايه بئر زمزم، وهي كذلك تقوم بالدفاع عن مكه المكرمه. استمر هذا الاعتقاد الى وصولا الى الكويت وخاصه فيلجه، جزيره فيلجه، انه احد اهالي فيلجه قبل يقولون انه تل الخزنه اللي هو اغريقي، انه هذا الموقع محمي من افعى، انه احد الرجال او احد اهالي فيلجه كان الظهر ينبش في الموقع ووجد يعني خزنه فيها نقود واقترب منها، لكن وجد ليش يمها ثعبان. فايش قال؟ انه هذا المكان محروس من قبل افعى ضخمه فلا تقتربوا منه. انتشرت الشائعه وين؟ في فيلشه. طبعا هذا الكلام اسقاط، ما هو الا اسقاط لتراكم الثقافه. سمعنا هالكلام من ابائنا واجدادنا انه هالمكان محروس من افعى معينه. هذه الثقافه اسقطت ايضا على هذا المكان، حتى لو كان بمحض الصدفه، يعني حتى لو كان الانسان يمشي في محض الصدفه كان شاف الافعى في مكان معين قال هذا المكان محمي من قبل الأفعى. هي ثقافة فقط يعني. رموز أخرى للأفعى، لم يكتفي الخيال الإنساني بأن يضفي على الأفعى أدوار أخرى مثل رمز الشر والدمار والخراب، أو على العكس رمز الخير
يمثلها رمز الخصوبة أو والطب والشفاء. في النصوص الرافية الدينية القديمة وردت قصة آدم وحواء وكيفية أنها تشير إلى أغواء آدم وحواء ليأكل من الشجرة التي منعوا منها، والذي قام بعملية الإغواء هذه أفعى. هذا موجود الآن الختم في البريتش ميوزيوم في متحف بريطاني، وهذه الأفعى أنها تغوي بالضبط عملية الإغواء اللي أخرجوها من الجنة. طيب، يرتبط رمز الأفعى أيضا بالسحر، حيث أن كلمة أفعى سيربنت في بعض اللغات تعود للسحر أو لها علاقة بالشياطين. وفي نفس السياق تتحدث الأساطير في الهند أو ماليزيا عن ارتداء الأفعى لتاج من المجوهرات، وأن تمتلك حجرا سحريا أو جوهرة سحرية تقوم بإنارة الطريق، ومن يقوم بمحاولة أخذه أو لمسه يقتل في الحال. إلى الآن نسمع من أهالينا أنه هناك خرزة إذا اجتمعت أفاعي مع بعض ثنتين وقطيت عليهم شيء تطلع خرزة، وهذه الخرزة تيسر أمورك، كل شيء ماشي. هي مجرد تناقل للثقافات، يعني نفس هالكلام. دلالات الخير للأفعى، تمثيلها للإله الحارس وهو الحامي، طبعا هي وردت في القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وأنها كيف يعني التهمت الحبال التي خيل إليهم أنها تسعى وأظهرت الحق وأزهقت الباطل. هذا في مسألة الخير. أيضا الإله ما أعرف اسمه، ما أعرف أقوله، لكن أيضا أنه إله الشفاء ويرعى الطب، وهو أيضا مسؤول عن الطبيعة والدواء. يصور أنه يحمل كأس الخلود ومن خلفه أفعتين ملتويتين على بعضهما البعض، وهذا الشكل يشابه تماما تصوير الأفعى على بعض الأختام الدلمونية. أيضا الأساطير الإغريقية صورة إسكيلوبوس إله الطب على هيئة أفعى تلتف على عصا، وهذا على فكرة أنه إله الصيدليات. أي هذا الإله اللي قلتوه صح. يستشهد كل من الفلاسفة أيضا أرسطو بلين وبقراط بكثير من سموم الأفاعي لكونها استعملت كعلاج. وفي وقتنا الحاضر تستخدم الأفاعي في الطب الشعبي، يعني مثال دواء شعبي اسمه زيت الأفاعي يستخدم لشحمة لعلاج مرض المفاصل. وفي جنوب العراق كانت العجايز يبحثن في جحور الأفاعي عن جلودها، وطبعا الأفعى تستبدل جلدها كل مرة، هذا الجلد يستخدمونه كمسحوق لمعالجة التهاب العيون والأمراض الجلدية. طبعا هذه الاستخدامات الحالية طبعا عالمية، يعني إلى الآن شوفوا التراكم والثقافة من الحين من 2500 قبل الميلاد إلى الآن، وإحنا نستخدم رمز الأفعى. يعني أنا ما ذكرت حتى أنه رمز الأفعى يستخدم أيضا في نوع من الجمال، يعني نشوف المجوهرات الآن فيها القلايد والأساور كلها على شكل أفعى. طبعا لما أقول من أفاعي سامة وغير سامة، هذا يجسد أيضا إسقاط الإنسان أنه كيف أسقط رمز الشر ورمز الخير على الأفاعي، من سامة رمز الشر وغير سامة رمز الخير، وهي مجرد ثقافات. من خلال هذا البحث أنه وجدنا أنه مجتمع فيلشة القديم لم يكن في معزل عن محيطه الإقليمي، بل وربما ساهم، يعني إذا سلمنا بأن كانت فيلشة هي ترانزميشن، محطة ما بين الشمال والجنوب، أنه فيلشة أيضا ساهمت في نقل هذه العبادة إلى جنوب الخليج العربي مثل ما وجدناها في الإمارات وعمان وغيرها. طبعا كل هذا شكل فيما بعد إرثا تراكميا للثقافة، حيث استمرت من الفترات القديمة إلى وقتنا الحاضر، بل سيستمر إلى الفترات المقبلة، لأن تناقل الأساطير والروايات والحكايات في ديمومة لا متناهية ولا منقطعة. يعني أنا ما يعني هذا الكلام اللي بغيت أقوله، وهذه ما هي إلا بداية يعني دراسة رموز أختام فيلشة يعني. وشكرا لكم، أسأل الإطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، أبنائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم ياسر الجدي، باحث في التراث الكويتي وصاحب متحف خاص طبعا في البيت، و
مسؤول اللجنة الإدارية في فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية. أولا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخ محمد علي كمال مؤسس ومنسق العام للفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، وبالنيابة أيضا عن جميع أعضاء الفريق، أحييكم وأرحب بكم في أجمل ترحيب في يوم الأنثروبيولوجي الرابع الذي تقيمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت. مما لا شك فيه أن دراسة علم الإنسان أو ما يسمى بالأنثروبيولوجيا هي من الدراسات الهامة التي تهدف إلى التعرف على سلوك الإنسان في مختلف مجتمعاته البشرية الماضية والحاضرة لتستفيد منها في استشراف المستقبل الإنساني. لذلك فإن علم الإنسان الاجتماعي وعلم الإنسان الثقافي يركزان على دراسة القيم والمعايير المجتمعية التي أثرت وتؤثر في حياة الإنسان وفي علاقته المباشرة وغير المباشرة وتفاعلاته المختلفة مع كل ما يلامس الحياة اليومية سواء الفردية منها أو الجماعية. وبما أن كل من التراث المادي والتراث الغير مادي هما جزء هام من حياة الإنسان ويؤثران على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات الإنسانية خلال مراحل وأطوار الحياة المختلفة، فقد بات من المهم جدا حفظ ودراسة هذا النوعان من التراث وتوثيقهما بأفضل وأنسب الطرق والآليات حتى يستفيد منها الإنسان جيلا بعد جيل على مر السنوات. من هذا المنطلق فقد تأسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين التطوعي في عام 7 في تاريخ بالضبط 7/3/2016 ليكون حتى يومنا هذا أول فريق تطوعي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعربية الذي ينتمي إليه نحو 140 عضو متخصص في أكثر من 40 مجال تراثي وحرفي وإبداعي متنوع. انطلقت هذه الفكرة من فلسفة مبنية على أهمية الحفاظ على الهوية والتراث الكويتيان من الاندثار والمساهمة في توثيقهما من خلال عرض مقتنيات أصلية ونادرة ومحاربة كل ما هو مزيف مع رعاية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية ودعم المبدعين الكويتيين كل في مجال تخصصه. لذلك فإن رؤيتنا قائمة على أن يكون فريق إكسبو للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين رائداً في مجال المحافظة على التراث الكويتي من الاندثار وتنمية الحرف والصناعات اليدوية وتشجيع المبدعين الكويتيين على العطاء المتميز الذي يتماشى مع الرؤى العملية الحالية والمستقبلية لبناء كويت جديدة. أقام الفريق وشارك حتى شهر أكتوبر من عام 2018 في إقامة 81 معرض داخل وخارج دولة الكويت وعدد 6 ملتقيات متميزة ومتنوعة، كما كرم نحو 1050 شخصية رجالية ونسائية من المواطنين والوافدين وأبناء مجلس التعاون ممن كانت لهم عطاءات متنوعة في خدمة التراث الكويتي أو التراث في بلدانهم الشقيقة والصديقة. كذلك يعتبر فريق إكسبو 965 أحد أكثر الفرق التطوعية المدرجة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية نشاطاً وحيوية داخل وخارج الكويت، حيث انضم الفريق إلى عضوية المجلس العالمي للحرف لإقليم آسيا والباسيفيك ليعزز دوره عالمياً في المحافظة على الهوية الكويتية والتراث الكويتي الأصيل ورعاية الحرف والصناعات اليدوية التقليدية وتشجيع المبدعين الكويتيين على العطاء بما يتوافق مع الرؤى السامية لحضرة صاحب السمو أمين البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهد الأمين الحالية والمستقبلية لبناء كويت جديدة. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور حسن أشكناني ولعمادة الكلية على دعوتهم الكريمة لفريق إكسبو للمشاركة في هذه الفعالية الهامة، سائنا المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على المحافظة على تراثنا الكويتي الوطني والاستفادة بما ينفع البلاد والعباد، والله ولي التوفيق. شكرا لكم. على فكرة هذه القطرة هي خلينا نقول صارت ميزة بفريق إكسبو، أي واحد تشوفونه لابس هذه القطرة هذا يعتبر فريق إكسبو 965 لأن قديمة هالفريق. يعطيكم لكل مقام المقال. صراحة أنا ما بيفوتني يعني حقيقة أنا ما كنت
مشارك قبل في لسوء حظي يعني كنت مشغول بالمؤتمرات السابقة، لكن ما دام أنا كنت متحدث اليوم لابد يعني أن أشكر أساتذتنا في الأنثروبولوجيا ورئيس قسمنا الدكتور يوسف غلو. أيضا هناك رجل يعني هو الذي استقطبنا من إحنا ترى من كليات مختلفة مو من كلية العلوم الاجتماعية، أنا الدكتور حسن من الآداب، دكتور فيصل من العلوم، يعني كلنا كنا يعني فسيفساء شكلت هذا الشعبة الجديدة. وهذا الرجل لم يقف معانا فقط في استقطابنا فقط، إنما ذلل جميع العراقيل والصعوبات اللي واجهتنا حتى في بعثاتنا في الخارج. وهو الدكتور الأستاذ الدكتور الأستاذي وأستاذنا الجميع الأنثروبولوجيين دكتور يعقوب الكندري. فشكرا لك دكتور وما قصرت، يعني لولا أن الله ثم أنت ما وقفنا اليوم وتكلمنا في هذا المؤتمر. شكرا لك. طبعا البحث الأخير أوعدكم أنه يكون أقل من 5 دقائق حتى نبدأ الجولة نكمل المعارضة التراثية ثم زيارة الشيخة حق متحف ومختبر الأنثروبولوجيا. اليوم أنا طبعا ما راح أتكلم كثير عن المرحوم عز الدين غربية من باب التكريم، لأن الطلبة يعني كفوا وفوا في عملية التوثيق، ولكن عملية دراسة مسيرة المرحوم عز الدين إسماعيل غربية هو عبارة عن مسيرة متحف الكويت الوطني الذي بدأ في 31 ديسمبر 1957 ونحن حاليا قاعد نحتفل في مرور 60 عام على إقامة أول متحف في تاريخ الخليج العربي. ولكن أنا كان عندي مهمة خلال 4 سنوات الماضية، وأعتقد هذه مهمة العمر كلها، وهي عبارة عن توثيق هذه المؤسسة الثقافية ولكن من نظرة أنثروبولوجية أثرية اللي احنا نسميها دراسة الأتباع أو دراسة الكومنرز. لأن دائما من نتكلم عن الإنشاءات أو المؤسسات أو الإنجازات دائما نتكلم عن الشخصيات الرسمية أو الرئيسية، ولكن هناك جهود لا تظهر للإعلام أو للمسامع الآخرين وهم الأشخاص اللي تحت القياديين. فعندي بحث أنا من 5 سنوات وأعتقد هذا راح يستمر إلى ما شاء الله، أني نركز على كل الأسماء اللي حاولت تعمل في مجال التراث والآثار والثقافة في دولة الكويت. طبعاً خلال 4 سنوات الأخيرة صار عندي مادة أرشيفية ما بين مجلات، صور، رسائل، مايكروفيلم، وصلنا تقريباً إلى شهر 12 3778 مادة أرشيفية، كلهم طبعاً مواد أصلية. حالياً مع المقتنيات اللي قاعد نحصلها وصلنا إلى 3800 مادة أرشيفية، وقدرنا نعرف أسماء أو المراحل انتقال متحف الكويت الوطني من سنة 57 إلى 76، من 76 إلى 83، من 83 إلى اليوم. عرفنا نعرف أو قدرنا نعرف الترانزيشن في رؤساء المتاحف، الرؤساء التبعية المتحف الكويت من دائرة المعارف إلى وزارة الإنباء والإرشاد إلى وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. هذا بحث صغير من بحث طويل، يعني مشروع هذا حق الدولة نحاول نخلص احنا خلال 2019، يعني يمكن طاف 700 صفحة حاليا. يعني جزء من البحث هم الشخصيات اللي قاعد نحصلها من الصور الأصلية، لأن لما نتكلم عن متحف الكويت الوطني هي على بالنا الشيخ عبد الله جابر رحمة الله عليه رئيس دائرة المعارف اللي أهدى بيته أو قصره في منطقة دسمان حق المتحف الكويت الوطني، وشخصيات قليلة مثل السيد طارق رجب. الحين احنا عندنا صور وايد مهمة مثل اللون الأزرق، هي المرحوم أحمد عبد اللطيف العثمان، شخصية يمكن مغيبة في تاريخ المتحف الكويت الوطني، يمكن البعض يسمعه كرئيس لجنة التثمينات بالسبعينات، بس ما حد يدري أنه كان أول مراقب للآثار والمتاحف في دولة الكويت سنة 57 إلى تقريبا سنة 60. صورة ما في ولا صورة حق هذه الشخصية. اليوم من ضمن 3800 مادة أرشيفية اللي عندنا إياها قدرنا نتعرف على صورته. الأستاذ عبد المجيد مصطفى رئيس البعثة المصرية، وهو أول ناظر لثانوية الشيخ اللي هي اليوم احنا قاعدين فيها في القاعات والبيبان الأصلية، كان هو أول ناظر لهذه الثانوية. والجميل أن السنة اللي فاتت قابلت السيد نادر أبو جبين عمره تقريبا 94 عام، وهو دخل مع السيد عبد المجيد مصطفى على الشيخ عبد الله السالم في قصر بالشعب يقترحون ببناء أول متحف حق الكويت، وكان المقرر هذا المقر يكون في ثانوية الشيخ في سنة 1953. وإحنا سمعنا الحين من بعض المقابلات أن المتحف موجود، كان في متحف للآثار
في متحف في جامعة في ثانوية الشويخ حاليا جامعة الكويت، ولكن ما ندري هذا المتحف شكدر استمر أو وين كان مقره، ما عدا كان موجود بوم المهلب اللي جابوه في فترة الستينات. شخصية وايد مهمة يمكن بالناحية الإعلامية نعرف عنها وفي مجال الثقافة، اليوم أنا مع الدكتور إسحاق قاعد نسولف عنها الصبح وإحنا جايين الجامعة، ولكن كان مبعد عن عمل المتاحف والآثار، وهو العم عبد العزيز حسين، وهو أول كويتي يتولى منصب مدير المعارف خلفا حق الدرويش البغدادي اللي كان هو مستشار الشيخ عبد الله الياب الرئيس دائرة المعارف. صور أصلية طبعا بعض حط الصور الأصلية متعمد عشان تشوفون إحنا شلون حصلنا عليها من أسواق نيويورك، من مزادات في لبنان، من مزادات في مصر، من مزادات في رومانيا، لأن الشيخ عبد الله الجابر كان يحرص على كل حدث يرسل صور أصلية نيجاتيفز حق الوكالات الإعلام. فأنا صار عندي كونكشن هالخمس سنوات قمنا نحصل 3700 أو 800 مادة. طارق رجب أول كويتي يدرس الفن الحديث مع العم خليفة القطان سنة 53، وأول كويتي يدرس دورات تخصصية في علم الآثار والتنقيب والترميم في جامعة أورهوس سنة 60، وهو أول كويتي يدير متحف الكويت الوطني سنة 58 إلى سنة 76. قدرنا حتى التفاصيل هذا ما نداش التفاصيل إن القفا والشكل من الخلف المناسبات كلها قدرنا نتعرف على هذه الصور. العام صالح شاب دائما نسمع عنه في ناحية الترويج السياحي في وزارة الإعلام، ولكن أيضا مغيب دوره في عملية دعم حق الآثار الكويت أو المتاحف الكويت، لأن في فترة من الفترات بعد انتقال وزارة الإنباء والإرشاد إلى وزارة الإعلام ظل المتحف الكويت الوطني تحت إدارة العام صالح الشهاب، وبعد يعني ما نداش بالتفاصيل أنه هو اللي أقر القبة السماوية اليوم اللي نشوفها إحنا في متحف الكويت الوطني في المقر الأخير، القبة السماوية عند مجلس الأمة كان من اقتراحات العام صالح الشهاب، وهو اللي راح إلى ألمانيا الشرقية واستقطب الفكرة هذه. عبد الرحمن الصفي عمره تقريبا 94 سنة، هو أول مدير حق متاحف جزيرة فيلكة، المتاحف اليوم موجودة المتحف الشعبي ومتحف الآثار، هذه مقابلة معاه. طبعا هو أول مشرف على عمال الآثار في أول بعثة في تاريخ الكويت سنة 58، فأيضا قدرنا نتعرف على صورة الإصدارات اللي كانت يطلعها المتحف. هذا جانب آخر من البحث، مثل مجلة المتحف العربي وهي أول متحف أو أول مجلة متخصصة في علم المتاحف والآثار في تاريخ دولة الكويت، صدرت بأمر من الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه، كان آنذاك وكيل وزير الإعلام بالإنابة، ومع الشيخ ناصر المحمد وكيل وزارة الإعلام، ورئيس التحرير كان الدكتور سليمان البدر أستاذ التاريخ القديم في جامعة الكويت في قسم التاريخ، فكان هو مكلف بعملية إدارة المجلة بالتعاون مع متحف الكويت الوطني. هذه كانت النقطة الأساسية، لأن في هذا الكتاب أنا أصدرت أعد طباعة المجلة هذه تقريبا 1000 صفحة من إصدار المجلس الوطني قبل سنة، فضيالي اسم الدكتور عز الدين إسماعيل الغربية كمستشار حق هذه المجلة مع أسماء مثل الدكتور محمد عيسى صالحية والدكتور عبد الله عتيبي رحمة الله عليه، فكان الشيخ حصة، يعني كان في أسماء كثيرة حتى وفاة هذه الشخصية رحمة الله عليه وانتقاله إلى الباري الأعلى في صيف 2018. كتبت عنه مقالة أنا في جريدة القبس في شخصية اسمها عز الدين إسماعيل الغربية، وأتفاجئ أن هذه الشخصية موجودة في الكويت من سنة 63، وصل إلى الكويت وكان عنده نشاط جبار جدا، وتلقيت اتصال من زوجته الكريمة الدكتورة باسمة عباس آل حاج، وسلمتنا كل هذا الأرشيف من شهادة ولادته في يافا 1935 إلى شهادة ميلاده 35 إلى شهادة وفاته في الكويت صيف 2018. كل مقتنيات الدبلة، يعني كل المقتنيات هذه اليوم هي صارت تحت أيدينا، والبنات ما قصروا في المتحف المختبر الأنثروبولوجي، عملوا ديجيتال حق كل الورقيات وكل الرسائل، هذه كلها طبعا صور أصلية. فمسيرة الدكتور عز الدين إسماعيل الغربية رحمة الله عليه هي من ضمن مسيرة متحف الكويت الوطني، الكروت، الاي دي طبعا، الصور اللي عندنا، الكرنيهات، تقارير رهيبة عن العصر البرونزي، لأنه هو حصل على الماجستير والدكتوراه في العصر البرونزي ما بين مصر وفلسطين من جامعة الإسكندرية سنة 72، فكل الرسائل الدكتوراه، الدرافت، المسودات الأصلية موجودة تحت إيدينا، الكراسات اللي كان يدرس فيها الخط الهيروغليفي والخط المسماري أيضا موجودة تحت إيدينا، ومن مصادفات من ضمن الأرشيف اللي يحتفظ فيه المرحوم هو خبر تعيينه مستشار حق مجلة المتحف العربي اللي أنا بدأت فيه قبل سنة ونشرته وطبعناه مع المجلس الوطني، وهذا الخبر الجريدة الصحيفة الأصلية القصاصة أن تم تعيينه مستشار. طبعا من مؤلفاته هي أفضل مؤلفات إلى اليوم
في تاريخ متحف الكويت الوطني، لو نبحث في إصدارات متحف الكويت الوطني من 58 إلى 2018 راح نشوف تقريبا إصدارين إلى ثلاث إصدارات هم فعلا مميزين، منهم الكتابة المسمارية وهي عبارة عن تحليل وترجمة الكتابات المسمارية المنقوشة على اللغة الأثرية والقطع الفخارية التي تم العثور عليها في دولة الكويت. فمتحف الكويت بالثمانينات نشر هذه الدراسة وهو كان من تأليف وإشراف الدكتور عز الدين إسماعيل الغربية. أجمل دليل اللي لا زال اليوم المتحف الكويت الوطني 2018 ما عنده دليل جديد معتمد على دليل 1993، هو نفس الدليل مال قبل سنة 90 تم إعادة طباعته أيام الدكتور فهد الوهيبي سنة 93 وهو من إعداد الدكتور عز الدين غربية. عشرات الدراسات عندنا إن شاء الله فوق، إحنا بناخذ جولة دورة في اتحاد مؤرخين العرب، في لجان كتابة تاريخ العراق، كتابة تاريخ فلسطين، كتابة تاريخ الوطن العربي، مئات التقارير حول اليونسكو، مئات عشرات التقارير من استشاراته في وزارة التربية وفي الجامعات الخاصة، من القطع المميز اللي راح نشوفها فوق الحين، لأن أيضا الشباب والبنات مسوين احتفال صغير مفاجأة، هو حصول على لقب المؤرخ العربي في أبريل 1990 قبل الغزو في 4 شهور، وتسلم الجائزة من القاهرة، ولكن لأنه من فلسطين المحتلة فاستقبله آنذاك الشيخ جابر المبارك سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو كان وزير الإعلام، فهو كأنه يمثل الدولة اللي هو عايش فيها وترعرع فيها، ولبسه أو قلده الميدالية وأعطاه الشهادة الأصلية. كل هذه الصور والشهادات الأصلية موجودة اليوم في متحف ومختبر الآثار والأنثروبولوجيا. أنا حاب أشكر يعني الدكتورة باسمة الحاج على هذا الإهداء وهذا الكنز وهذا الإرث اللي احنا نعتقد يكون يعني ثقل على عاتقنا، لأنها مسؤولية صراحة إلى جانب الدراسات الأكاديمية. أنا في النهاية حاب أشكر الجميع على مشاركتكم في يوم الأنثروبولوجيا الرابع 2018، يعني فعلا مشاركة مميزة من ضيفة الشرف الشيخ الطاف سالم علي صباح، ما شاء الله يعني ذيك المرة أعطتنا 2015 عن فرانس بواز وإدوارد تايلر، هالمرة أعطتنا جانب ومنحنى جدا مختلف، أساتذتنا الأفاضل وضيوفنا الأعزاء، يعني شكرا أو شاكر لكم حضوركم وشاكر لكم يعني على المشاركة في هذا المؤتمر. أختنا الفنانة ابتسام العصفور يمكن قاعدة برا ما تدري من الفنانات الكويتيات اللي ربطت الفن مع الأدب والتراث والثقافة، كذلك عندنا الأستاذ أسعد بناشي موجود برا، أول من صور مدينة الكويت القديمة أيام السور الأول والسور الثاني البهيتة، فإن شاء الله راح ناخذ جولة في المعرض، جولة سريعة وجولة أيضا في متحف ومختبر فوقنا، وحق الواعة في بوفيه ترى فوق وربع الأنثروبولوجيا التغذية هم حاط لكم بوفيه. وبالنهاية حاب أشكر أنا الداعم لهذا الملتقى وهم جمعية أعضاء هيئة التدريس، افتقدنا الدكتور اليوم إبراهيم الحمود ما حضر، ولكن عندنا رئيسة اللجنة الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة ممثلة الجمعية، نشكرك الدكتورة على كل الدعم يعني صراحة والمساندة في إقامة هذا النشاط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.